طيب هنروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة موضوع يهم ناس كتير، يهم اللي عنده كلاب ويهم اللي ما عندوش كلاب. على قد ما الكلاب كائنات لطيفة ومحبة ووفية للإنسان، ووجود الكلاب في البيوت بيفرق كتير وبيضفي الكثير من المحبة والسعادة على الناس اللي عايشة جوه البيت ده، لكن في ناس ما بتحبش، وفي ناس ما تقدرش على ده، وفي نوعية من الكلاب ما ينفعش حد يربيها ومش بمزاجه إنه يقتنيها. نوعية من الكلاب هي أصلا مخصصة للحراسة وبتكون شرسة على إنها تتعامل مع الإنسان أو حتى تتعامل مع أنواع تانية من الحيوانات. لكن اللي بيحصل واللي بقينا بنشوفه مؤخرا والحوادث الكتيرة اللي بتحصل في المجتمع داخل المجمعات السكنية، إنه بنلاقي أنواع شرسة، بيتبل وغيره، روتفايلر، يعني أنواع كتيرة مش المفروض تكون موجودة. بتستخدم الأنواع دي أصلاً، لها استخدامات عسكرية، لها استخدامات قتالية، يعني يمكن كمان الماستيف البرازيلي من أشهر الأنواع دي. كلاب عندها مشاكل في السلوك وعندها مشاكل إنها ممكن تعتدي زي ما بقول لكم على الإنسان وعلى الحيوانات التانية، لكن في ناس بتقتني الكلاب دي لهدف الحراسة أو لغيره. لكن الحقيقة إنه ده بيعرض حياة الكافرين للخطر، وده شفناه في حوادث كتير الفترة اللي فاتت، ويمكن كان آخرها حادثة الأستاذ محمد محب الله يرحمه طبعا ويصبر أسرته، إنه أسرة تفقد عائل الأسرة لهذا السبب شيء مش مقبول تماما، ومسؤولية على الجميع الحقيقة. حتى الكلاب الضالة اللي موجودة في الشوارع، الناس ابتدت تاخد خطوات غير إنسانية وخطوات محدش يقدر يقول إنها صحيحة، لكن أحيانا بيبقى من خوفهم، هو خايف من مهاجمة الكلب ده ليه، خايف على أولاده، فابتدوا وده حصل انه الناس تحط سم للكلاب، وده شيء غير مقبول ابدا، يعني انه ده يحصل. فلازم يكون في حل، ولازم يكون في قوانين منظمه تحمي حياه البشر وتحافظ على هذا الحيوان، لانه احنا طول الوقت بنتكلم على الرفق بالحيوان، فلا احنا لا عايزين الحيوانات لو هو حيوان مفترس يضر غيره كانسان او يضر حيوان تاني. ايه اللي بيحصل وازاي الدوله تفاعلت مع الموضوع ده؟ كان في قانون في مجلس النواب، الحقيقة أنه تم التصديق على هذا القانون خلاص بشكل نهائي، ينظم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب. إزاي ده بيحصل؟ وإيه العقوبات اللي المفروض هتطبق؟ والموضوع هيمشي إزاي؟ هنعرف دلوقتي. معنا على التليفون النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وعايز أعرف إزاي هيتم تطبيق هذا القانون؟ يعني أنا قبل ما أشتري كلب هعمل له ترخيص، ولا هو نوعية معينة من الكلاب اللي أصلاً أنا مش عارفة هي بتدخل إزاي؟ هل الموضوع ماشي بالتنسيق مع الطب البيطري؟ لو حضرتك تحطنا في الصورة. أولاً مساء الخير أستاذة هدير، والحقيقة أنا عايز أحييكي تحية خاصة على المقدمة والتشخيص اللي أنتِ تحدثتي فيه في المسألة برمتها، سواء الحيوانات الخطرة أو الكلاب الشرسة أو الكلاب المحيزة أو حتى مشكلة الكلاب الضالة. واضح أن سيادتك يعني قريتي في المسألة بشكل جيد، وهو تشخيص أنت على حق فيه، وأنا مش عايز أكرر الكلام اللي أنت قلتيه لأن أنا موافق عليه تماما. لكن اللي أنا عايز أوضحه إيه؟ الحقيقة أن هذا التشخيص إحنا الحقيقة وقفنا أمامه من 4 سنين، وكان بدايتها طلب أحاطة في مدينة الطور بجنوب سيناء كانت بخصوص الكلاب الضالة، وفوجئت بقى طبعا بأن الدنيا الحقيقة عقدت لها جلسة، وثم بعد كده جلسة استطلاع ومواجهة كانت موسعة جدا في المجلس السابق، ولقيت أن الموضوع له كل الأبعاد اللي حضرتك اتكلمت فيها دي. وبناء عليه حدث من المجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، ثم استكملنا العمل، كان لنا نصيب ان احنا نكمل المهمه في الفصل التشريعي الثاني اللي احنا اللي هو المجلس الحالي، في ايجاد الحلول اللي هي بيها بعد كده نضع بيها تشريع، الى ان انتهينا الى شكل منظم للعمليه الدوله تقدر تواجهه، وتقسم ل3 اقسام. الجزء الاول ينظم مسألة الحيوانات الخطرة، ودي عملنا لها طبعا زي ايه؟ زي الاسود، زي الزواحف، زي كل انواع الحيوانات الخطرة البعيد عن الكلاب الاول. فدي طبعا دي محظورة الا باستثناءات معينة زي المراكز البحثية، زي الشرطة، زي القوات المسلحة، يعني دي مؤسسات لابد ان هي تستخدم
مثل هذه، اما افراد او كائنات خاصة لا، مش المفترض ان هي تتعامل. الجزء وبيبقى التاني عندهم المدربين الخاصين بيهم اللي يقدروا يتعاملوا مع النوعية دي من الكلاب. طبعا طبعا طبعا، دي مؤسسات سلطوية من مؤسسات الدولة، و يعني لها آليات معينة للتعامل مع مثل هذه الحيوانات الخطرة. نيجي بقى على موضوع الكلاب. الكلاب الحقيقة فيها شقين، الكلاب الضالة، وزي ما حضرتك قلتي أزمة وتزايدت بشكل كبير جدا خصوصا بعد ثورة يناير، لأن البناء العشوائي في فترة السنين اللي تلت ثورة يناير بقى يعني زي ما كلنا عارفين في هرولة كبيرة جدا فيه، وفي إفراط كبير جدا فيه، فأدى إلى عدم التخطيط في مسائل زي إيه؟ زي مثلا المقالب العمومية للتعامل مع القمامة. وبالتالي أزمة الكلاب الضالة الحقيقة بقت في تصاعد كبير جدا. التعامل معها تعامل ارتجالي، يجي كلب يعض طفل، يطلع العمدة أو يطلع رب الأسرة بالسلاح بتاعه، بالعصاية بتاعته، بالسم اللي موجود، لأن بيكون طبعا المشهد صعب، طفل متشوه تماما، فتحصل ممارسات اللي احنا ما نقبلهاش، واللي هي طبعا مش مجرد جمعيات الرفق بالحيوانات، لا، احنا كمواطنين عاديين ما نقبلش ان حيوان يتعذب بطريقة. لكن انت برضو في مجتمع وفي ردود افعال، فطيب يا جماعة مين السلطة المختصة اللي تتعامل مع موضوع الكلاب الضالة وتتعامل معاه ازاي؟ فقلنا في المادة 23 ان السلطة المختصة هي سلطة الطب البيطري، وتتعامل معاه وفقا للمعايير العلمية والمواثيق اللي مصر موقعة عليها اللي صادرة من المنظمات الأممية الدولية. يعني إيه؟ يعملوا إيه؟ يعني يجمعوا الكلاب ثم يفرزوها، ثم بعد ما يفرزوها اللي عنده سعار ومرض خطير زي السعار ما نقدرش، وهم سامعيني وعارفين الكلام ده، وسألتهم في جلسات الاستطلاع الكلب اللي عنده سعار بتتعاملوا معه إزاي؟ فالإجابة هو التخلص الرحيم. كان لازم أروح للإفتة، دار الإفتة، عشان أخد إجازة بهذا الأمر في التخلص من الكلاب. يعني شوف إحنا وصلنا لأني مستوى. ففعلا الإفتة جت وأصدرت بيانها المعلوم لدى الجميع أن يجوز التخلص الرحيم طالما المرض مرض خطير لا علاج له، لكن بطريقة خلاص فيها رحمة برضو. أعتقد ده اللي أكيد هتأكد عليه دار الإفتة. لا ده مش كده، ده هم المواثيق، احنا في العالم متفق مع بعضه، العالم كله، الدول الغرب واحنا ومتفقين مع بعضهم ايه آلية التخلص الرحيم. مش العملية مش متسابة كده، عشان كده احنا في المادة دي، ودي مادة في القانون في صلب التشريع وليست في اللائحة التنفيذية، بتلزم سلطة التعامل مع هذا الأمر وفقا للمعايير الصادرة من مثل هذه المنظمات. خلاص أنا كده اطمنت كمشرع. إيه عظيم. تاني بعد ما يعملوا عملية الفرز يتبقى عندنا الكلب العادي، بيطعموه وبيركبوا له الشريحة وبيعملوا له عملية تعقيم أو إخصاء عشان التكاثر ما يتمش تاني، ويعيدوا إطلاقه مرة أخرى عشان يحدث نوع من أنواع برضو التوازن البيئي، ما اقدرش اسحبهم مره واحده كده. دي البروسيس اللي هي الناس في العالم كله ماشيه بيها. طيب احنا بنقول كده وبنلاقي تعاملات في بعض الوحدات المحليه ممكن تكون بتعمل خلاف اللي انا بقوله، بقولها لك اهو على الهوا، اللي بيعمل خلاف اللي انا بقوله يبقى عنده الحقيقه تجاوز في التصرف، ودي حاله فرديه تستوجب المساءلة، ولا المشرع أصدرها ولا الحكومة كمجلس وزراء وكوزارة مختصة أقرر فيها. دي تصرفات فردية بنتعامل مفترض الحالة بحالتها. طب سيادة النائب، وأنا لما أشوف التصرفات الفردية دي وأنا غير راضي عنها، المفروض أعمل إيه؟ أتوجه لمين واشتكي لمين؟ والناس هنا أكيد حضرتك بتتابع، لما يعني الحادثه بتاعت اي كلب مفترس او شرس دي ما بتحصلش مره واحده، غالبا بتلاقي السكان اشتكوا مره واثنين وثلاثه واربعه. احنا الاول بنتكلم استاذه هدير في الكلاب الضاله لسه، مش كده؟ يعني احنا ما هو اعتقد انها هتبقى نفس الجهه اللي انا هروح اشتكي لها لو شفت السلوك ده، او السلوك انه حد مثلا بيسم كلاب او غيره.
لا، الكلاب الضالة ملهاش صاحب. أما الكلاب المحيزة ليها صاحب. فالكلاب الضالة لو في أي سلوك تجاه إزاء الكلب، أقول المادة 305 قانون بقى اللي أنا وزملائي قدمناها، لا ده في قانون العقوبات. وده يوري لك إن في ما فيش فراغ تشريعي، ده في مظلة تشريعية موجودة. مادة 355 من قانون العقوبات بتجرم إزاء الحيوان، وتصل العقوبة أحيانا للحبس. فبالتالي هنا السلطة المختصة في الإزاء، والنيابة العامة الحقيقة طلعت، يعني احنا قبل إصدار القانون ما كان في مواطن اللي هو لو تفتكر حضرتك اللي ربط الحيوان وسحله بالتروسيكل والكلام ده، ده أخذ حبس، ما أخذش غرامة 200 جنيه لا ده اتحبس. فهنا يعني الدولة انتبهت الحمد لله، وبشكل رغم كل التحديات التانية اللي بتواجهنا من أزمة اقتصادية لكذا، لكن لا برضو إذا كان في آفة بتواجه المجتمع في منحة من مناحي بنقف لها. فالكلاب الضالة هنا هختم كلامي فيها إن هتاخد وقت. ليه؟ لأن هو الطب البيطري طلب عشان يبدأ يعمل العملية اللي أنا قلتها لك مبالغ وتمويل كبير الحقيقة، لأنها عملية مش سهلة، عملية الجمع وجراحين بيطريين يعملوا العملية، ويعني شغلانة برضو. احنا بنتكلم كده بسهولة في التليفون، لكن لما تيجي تاخديها على أرض الواقع عايزة ملحمة كبيرة جدا. فمحتاجين فاينانس للمسألة. فابتدينا من مزايا هذا القانون ان انشئ حساب خاص. حقيقة وزير المالية والوزراء المعنيين اتفقوا وتوافقوا على انشاء حساب خاص، نقدر احنا نطمن على ان في موارد داخلة للطب البيطري للانفاق على هذه العملية. هتاخد وقت قد ايه؟ هم مقدرين لها في حدود 6 سنوات. طيب ده فيما يخص الكلاب الضالة سيادة النائب. الكلاب الضالة انا عايز اروح لمسألة الكلاب اللي يعني ليها بقى شخص معين بيقتني الكلب، عشان بس ده مهم جدا بالنسبة للناس، لانه الناس بتحس انه انا بفضل اتكلم مع صاحب الكلب ما بلاقيش سبب، ما بلاقيش رد منه، لحد ما لا قدر الله بنشوف كوارث ويعني ارواح بتروح بحوادث كبيره. واكيد حضرتك متابع ده، القانون طبعا جاي ينظم ده، الناس تعمل ايه، والقانون هنا يعني ازاي يخدم قبل حدوث المشكله. لانه اللي حضرتك بتقولي ده حقيقي، مقتني الكلب او حائز الكلب من حبه لهذا الحيوان الوفي تحول الامر الى نوع من انواع عند البعض تبلد في مساله احساسه بجاره واحساسه بالاخر. ولما حضرتك زي ما قلتي بتيجي تشتكي له تنصحيه مره واثنين وثلاثه، تخبطي عليه لو سمحت يا جاري، سواء كان في عماره او في شقه او في كومباوند او اي مستوى، حتى في المناطق الشعبيه. صحيح. يقول لك مره حاضر 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 حاضر، الى ان يحصل نوع من انواع المشاكل اللي احنا رصدناها. التشريع الحقيقه الزم الحقيقه هذا الحائز بالاتي. اولا الماده 5 من القانون الزمته ان هو لازم يراعي هذا الكلب، يوفر له المطعم المناسب، المسكن المناسب، التطعيم والادويه، التدريب اللازم. دي نمره 1. نمره 2 يبقى ده كده حرص من الانسان ومن الدوله المصريه على الرفق بالحيوان. نيجي بقى الجزء اللي خاص بالالتزامات تجاه الاخر. الاخر ده هم 2، الدوله وزميلك المواطن. الدوله هنا الريجليتر بتقول لك حبيبي انت عايز تبقى معاك كلب لازم تتحمل مسؤوليته، عشان انا اطمن انك متحمل مسؤوليته لازم تجي لي ترخص الكلب ده وياخد التطعيمات اللازمه، وابقى انا عارف عندي شهاده بيانات هذا الكلب، الكلب ده نوعه ايه، عمره ايه، مين اللي بيرعاه، عنوانه فين، الى اخره. يبقى ده الزام. الامر الثاني تجاه المواطن اللي هو جارك، مساله بقى انك تسيب لي الكلب كده طايح في الشوارع، هنا بقت مجرمه. عايز تخرج تصطحب الكلب لازم يبقى سن 18 سنه، الكلب يبقى مربوط الى اخره. ثم الدوله قالت ان هي هتعمل جداول، ودي احنا في التشريع خليناها استاذه هدير مرنه. ليه؟ لان طبعا الانواع كثيره، واحنا كنا بس الانواع المحظوره دوليا سياده النائب معروفه وبتباع على الانترنت وبتباع في سوق الجمعه، وده بيحصل وموجوده يعني في وسط الناس وفي وسط كل التجمعات السكنيه. هل دلوقتي التشريع الجديد ده هيخليني لو انا رحت اشتكيت على صاحب الكلب اللي باين من سلوكه انه الكلب ده عدواني، في تغيير هيحصل؟
ولا لازم اوصل لمرحله انه يحصل اذى واذى كبير ممكن يوصل للوفاه علشان صاحب الكلب يحاسب او يعاقب؟ طبعا احنا في مرحله انتقاليه لتوفيق الاوضاع بالنسبه للي عنده مثل هذه الانواع من الحيوانات اللي دخلت جدول ومعروفه زي ما حضرتك قلتي في العالم كله انها حيوانات شرسه وانها مؤذيه، فبالتالي لازم يروح يسلمها للسلطه المختصه. ده نمره واحد. نمره اثنين، الحقيقه ليه خليناها مرنه في جدول؟ يعني ليه ما خليناش الجدول في صلب القانون؟ خليناه ان هو يستحدث. لان احنا رصدنا ان مثلا تيجي يقول لك البيت بول محظور، يقوموا عاملين ايه بقى؟ يبدا يهجن لك، يدخل لك سلالات معينه على البيت بول ده، فالبيت بول ده يطلع منه حاجه يعني ايه، نوع مختلف شويه. فهنا المتخصصين محتاجين ان هم دايما ينظروا ويحدثوا هذه الجداول. احنا قلنا انها ما دي وظيفه الطب البيطري سياده النائب، وده ممكن يعني يتعمل بسهوله من خلال الطب البيطري، ولابد انه ده يفعل ويفعل على وجه السرعه لانهاء الازمه دي، عشان ما تتحولش مساله انه الناس اللي بتحب الكلاب وبتحب انه يكون معاها حيوانات اليفه في البيت لكوارث انسانيه زي اللي احنا كنا بنشوفها، وده اللي احنا بنتمناه من القانون الجديد. سياده النائب احمد السجيني رئيس لجنه اداره الاداره المحليه بمجلس النواب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.